اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من شركة الامارات للمفاتيح. مثل ما بتعرفوا قفل الستيرينج بسيارة النيسان الالتيما بيعطل كتير، وكان في معاناة كبيرة وكلفة بتبديل او الغاء القفل، وهالشي كان يتسبب بمشاكل تانية. الحل عنا، شركة الامارات للمفاتيح قامت مؤخرا بتطوير ايموليتر خاص بالنيسان الالتيما وضمان حل جميع المشاكل المتعلقة بالقفل. واهم مزايا هذا الايموليتر انه بتقدر تبرمج مفتاح اضافي، ولمبة السكيورتي رح ترجع للحالة الطبيعية. ومو بس هيك، كمان ضفنا عليه صوت القفل مشان يرجع للحالة الطبيعية وما يكون في أي اختلاف على الزبون. الإيموليتر نفسه فيك تستخدمه على كتير سيارات مثل النيسان والإنفينيتي والباترول والكاشكاي والميكرا والزد وكتير أنواع. وكمان لا تنسوا أنه تم تصميم قالب جديد وشكل جديد لإيموليتراتنا، رح يساعدك على تثبيت الإيموليتر بالمحل أو بالسيارة وين ما بدك. وتم إضافة ميزة رائعة لحتساعد الفني على معرفة وضع الإيموليتر، إن كان باللون الأحمر يعني متصل، وإن كان باللون الأخضر يعني جار التشغيل. ولحتشوفوا هذا الشيء مكتوب بشكل واضح على الستيكر بما فيهن علامة الصوت اللي راح تساعدكن لمعرفة هالنوع، إن كان مع صوت أو بدون صوت قفل. وكمان أهم ميزة اللي هي ركب وشغل، يعني ما راح تحتاج لأي برمجة إضافية. وبالنهاية كان معكم عمر من شركة الإمارات للمفاتيح، انتظرونا فيديوهاتنا الجاية.